العقود. العقد هو اتفاق قانوني بين شخصين، وهذا يشمل الاتفاقات الشفهية. لدينا في أستراليا عادة عقود مكتوبة. عندما تدفع ثمن السلع على مدى فترة زمنية معينة أو وفق خطة، عليك التوقيع على العقد. على سبيل المثال، عقد هاتف الموبايل. يجب عليك دائماً قراءة بنود وشروط العقد. غالباً ما تكون البنود والشروط مكتوبة في حروف صغيرة. في حالة شراء السلع بموجب اتفاق قرض بدون فائدة، يجب عليك أن تدفع كامل المبلغ في الموعد المحدد لتجنب دفع رسوم فائدة إضافية. قبل التوقيع على العقد، فإنه أمر جيد أن تعرضه على عائلتك أو أصدقائك أو موظف مجتمعي للحصول على بعض النصائح. كل ولاية في أستراليا لديها قوانين تحمي حقوق المستهلك، علماً أن الدوائر الحكومية تراقب هذه القوانين.